السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. اخواني اخواتي، مرحبا بكم معنا اليوم في هذا الفيديو الجديد. كما كتشوف اليوم غادي نفصلوا هذه الجلابه، الثوب ديال الكشمير، غادي نفصلوا الجلابه ديال البرد. فصاله سهله وبسيطه للمبتدئين، يعني هذه اسهل طريقه باش يمكن نفصلوا جلابه بدون تعقيدات. يعني فصاله عاديه، غادي نفصلوا الثوب على جوج. الثوب هذا فيه متر ونص في العرض، على جوج وثلاثين في الطول ديالو. كنطويو الثوب على جوج بحال هكا، وكنسرحو الثوب بحال هكا. يعني الحاشية كنديرها ديما قدامي بحال هكا، الحاشية هي هادي. كنسرحو الثوب على جوج ديما. هذا هو الظهر، غيكون هذا هو الظهر، كيكون الظهر ديما من جهتي، وهذا فهاد غالي بخير. غادي نسرحو بحال ما كتو. غادي نطراسيو اول حاجة، غادي نخرجو لوغلي لتحت، وهذا كنخلي واحد 8 سنتيم لتحت ديال لوغلي، وكنعبرو الطول، كنعبرو الطول بحال ما هكا. الطول عندي متر وثمانية وثلاثين، ها هي 38، وكنزيد واحد 3 سنتيم الفوق الكتاف. غادي نعبر الكتاف، الكتاف عندي 38، يعني غتجيني 19، يعني غادي نزيد سنتيم ديال الخياطه هي 20. يعني هذيك 38 كنقسموها على جوج، وهذا الكتف، وكنعبر التركيز. اللي كنظن داكشي واضح، التركيز هو هذا عندي في الدوره 24، هي هادي 24 جاتني هنا فين. ديال التركيز غادي نعبر دابا الصدر. الصدر عندي 26، غنزيد سنتيم ديال الخياطه هي 27. كندير واحد 15 سنتيم ديال الحزام، وهذا 15 سنتيم ديال الحزام. يعني كنهبط من عند الصدر لهنا، كنعبر 15 سنتيم وكندير الحزام، هو هذا الحزام عندي. الحزام كاين 24، غادي ندير 25، وكنزيد 15 سنتيم وحده اخرى ديال الحوض، هذه هي بلاصه الحوض. عندي 28 في الحوض، غندير 29. دائما سنتيم ديال الخياطه كنزيدو، وكنهبط هنايا لتحت. هنا العرض هنايا راه كيبقى على حسب، كاين اللي كدير مثلا هاد الجلاب تاع البرد، كاين اللي كديرها تلبسها مع لي بوط، يعني كدير فتاحي في الجناب. يعني الا درتي فتاحي في الجناب تقريبا غدير واحد 40 سنتيم او 38 لتحت هنايا في الجليب، باش ما يجيش عريضه، حيت الفتاحي هما اللي كيخليو العرض لتحت. إذا ما كنتيش غادي ديري افتاحي في الجناب، راه تقريبا غادي ندير انا بحال هنا في هذه الحاله اللي عندي دابا، عندي ما غنديرش افتاحي في الجناب، غادي ندير 44 لتحت في الدوره ديال الجليب 44. غادي كما شفتوا تراسيت على هنا فين، وغادي نحط المتر هنا، وغادي نجيبو لعند البلاصه ديال الحوض، النقطه اللي عبرت فيها الحوض، وغادي نسطر عليها باش تجينا الضربه تجي مقاده. باش تمشي التقطيعه تمشي مقاده. ودابا غادي نضربوا الدوره ديال الكتف، الدوره ديال التخوريره هي هذه، يعني راك تجي فيها الدوره 8 سنتيم كما تشوفوا. هي هذه الدوره ديال دابا غنهبط عند النقطة اللي عبرت فيها الكتف هي هادي، وغادي نهبط الحزام أو الصدر. هادي النقطة ديال الصدر، يعني وقفت عند النقطة ديال الصدر هنا فين. دابا غادي نجي غادي نهبط عند الحزام،
وغادي نخرج عند الحوض. ونهبط نيشان واحد الجبال تحت. كما تلاحظوا الضربة ديال الإيفازي. دابا غنحيد الظهر هو هذا، وغادي نجر عندي هاد الدوفات ديال الحاشية، هما هاد الحاشية اللي درنا الأمام. غادي نجيبو دابا الصدر هو هذا، الضربات ديال الصدر هادي غادي نحطوها هنا فين بهاد الطريقة هادي، يعني هاد الجهة اللي مسدودة يعني راه جات عند الحاشية. يعني هادي كتسمى الداخل في الخارج، يعني طريقة بسيطة وسهلة باش تفصلوا الجلابة. غادي نخليو الحاشية الخياطة ديال كنخرجوا الحاشية برا، يعني ما كنحسوش بها بحال ما هكا. يعني هاد الظهر هذا اللور اللي فصلنا كيولي عندنا على شكل ديال كباري او باترون، يعني كنفصلوا عليه الدوفات ديال الامام. كما كتشوفوا هنايا خليت واحد 4 سنتيم او 5 باش ندخل في هاد الدوره هذه، تقريبا 4 ديال السنتيم. غادي نخرج بها دايره باش ما كيجيوش هاد، الا خليت هاد الضربه هذه ملي كتلبس الجلابه كتجي طايحه من الجناب وكتجي طالعه من القدام. اذا كنحيد انا في الاول هادو، نضربوا هاد الضربه هذه باش الجلابه كتطلع باش ما تبقاش هابطه. كنحيدوا هاد الضربه هذه، كنحاول ما نمشيش مع نخرج مع حتى الراس، يعني كنجي تقريبا في النص هنا فين في النص ديالها، وكن باش كتجيني دايره باش الجلابه ملي كتلبس وكتسرح ملي كتسالي كتسرح كتجي دايره كتجي طالعه من الجناب هنا مني من القناه. كنحيدها في الاول هاد الضربه هذه، ونكمل على هاد حي الطوفه ديال الامام. كما قلنا كان عندنا على شكل كباري هاد الظهر، نفصلو عليه الربوعة ديال الامام. خمسطاشر سنتيم اللي غادي نهبط بها هنا في هاد الضربة ديال التقوريرة ديال الامام، يعني خمسطاشر سنتيم او 17. وكنضرب هاد الضربة ديال هاد الدوفة ديال الامام، يعني كندخل واحد سنتيم في الدوفات، يعني من هنا منين في الدوفة ديال الامام باش كيجيني الضربة ديال التركيز كيما كتبقاش مبوقة. كندخل واحد سنتيم كنحفرها شوية كنحيد منها هاد الدريبة هادي. دابا بقاو لينا الكمام والقب، غادي نخرجوهم من هنا هادي. يعني التوب يعني كان مراجل كما كتشوفوا، ما رديتش ليه البال، يعني خرج ليا هاد الطرف هذا مراجل. غادي نشوف هنايا شحال عندي في شحال بقى ليا في التوب. عندي في الكم الكمام
راكم عندنا 57 هي هادي وخمسين زائد سنتين ديال الخياطة رأسكم عندنا 13 غادي نديرو 14 ونجيبو الضوبات ديال الظهر هما اللي غادي نخرجو عليهم نضربو عليهم الضربة ديال التركيز الضوبات هادو ديال الظهر باش كتجي الضربة لاصقة ديال الكم مع مع الكزدة كيجيش كنظن واضحة كما تشوفوا هي هذه الضربة ديال الدوبة ديال الظهر باش ملي كنبغيو نلصقوا الكم كيجينا الكم التركيز قد التركيز الدورات مقادين دابا غادي نقطعوا الكم ديالنا هو هذا هنا بقى لينا القب القب غادي يجينا مفتوح من الفوق خرج بيت الراس هنا فين غنخليو ليه ديك الضربه ديال الودنين اللي كتجي من القدام هي هادي وهذا القب ديالنا الجلابه ديالنا هي هادي سادات كنتمنى ان شاء الله تكونوا استفدتوا معنا اليوم في هاد الفصاله تعليم الفصاله ديال الجلابه ما تنساوش تضغط على زر الاعجاب زر لايك كتشجيع لنا على استمرار البحث دائما على الجديد ديال الموديلات وكذلك الجديد في الفصاله والجديد في الاثواب شكرا لكم على المتابعه والى اللقاء في فيديو جديد ان شاء الله السلام عليكم